السؤال بسيط علمته والله. وشنو؟ طير ما يموت الا يوم الخميس. خليه يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. طير ايش فيه؟ طير ما يموت الا يوم الخميس. يعلن وفاته كل خميس يعلن وفاته. طير. طير. هذا إذا مات. كل خميس؟ إيه. حمامة. طير ما يموت الا يوم الخميس. وش تيجي جبته يا والد؟ وش لي؟ شفت جوجل؟ إيه؟ طلق ما يستكمل. طلق ما يستكمل. هالشكل السؤال ذا ما يعرف الا انت. عاد محمد اللي تفكر. هلا معكم لا يوم العيد. والله على ذا السؤال. فيه جائزة. 5000 جاوب. 5000 طلاقني ما بعد اعطيت احد طير حتى المشاهدين ما اعطيت 5000 طير يموت يوم الخميس ولا ما يطير يوم الخميس؟ اقول ما يموت الا يوم الخميس يقول بيطير هو بيموت تعال يا سالم طير ما يموت الا يوم الخميس من هو؟ لا لا في شاي وسكر العزبه خذيتها ترى اي والله عزبتي حطيتها في موتري سكره معك عزبه كلم في البيجي باقي كنفح ها مفلح مفلح ما معه ولا ريال ما معه الا حسناته ما تقدر توصل الحين على السؤال ما في جراد جراد مو بطير السلام عليكم ارحب يا بيره بيره كثر بيره الله يرحم ابوك ارحب يا رونا هلا هلا طير مات يوم الاربعاء فكروا انا مع الاربعاء ها طير مات يوم الاربعاء ابي اميره السؤال واضح غيمه مدهال ارحبوا حد يموت قبل يوم والله انشهد بالله طير الا فيه موته قبل يومك نعم والله فيه والله لا صار واحد يتسبب لك لا والله ارحب يا لولو لا 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 أميرة جيري يا مرحبا بس حتى تسلم طار عنده إحساس خطأ لما حد ها اليوم يذبح تسلم الاحساس مطير نعم مرحبا حكايه الله يحييهم نشارك السؤال هذا للعالم كله اللي بيجاوب 5000 ريال الحبيب مدهال كيف حالك مدهال هو اللي من هو مدهال والله ما تحاسب سمبوسه مرحبا يا غيم الله يحييهم اساسا انت لو شوف والله ما ادري يا رونا هنيا طير يموت كل يوم الخميس يموت كل خميس انك اختي يا باج والله ما جود وانا اخوس هذا الديره ها زين ولا شوي يبيلها والله يبيلها اربعه يبيلها ودنا بالاناس يا رجل هنيا خلنا نصبر يا رجال اي والله عطني المراك خلنا نصبر عطني يا رجال خلنا اساسا وين ايش ما احب توم يلا هي هلا هلا بدأ ينفكر ارحب ايليا يلا حيا لا ما بشاء ذلك نزول مرحبا بس اي شكلك توهقت ما توهقت والله السؤال صريح ودي اتحدى حد كيف حالك؟ ودنا نغلى وش تجي؟ بسيطة يا مرحبا فاطمة بطبط يا مرحبا بك ويلكم باك بالجميع نعزم لا خلهم حفوف وش حالكم يا الربع؟ عساكم طيبين. ايش حالك؟ ايش حالكم؟ جمايعكم وربوعكم. تعال. خير ايش حالك؟ والله بخير يلا حيهم. اشهد بالله اني طرب لكم. اشهد بالله شهادة حق. اني طرب لكم وودي بكم مثل ما ودي بالعافية. لكن عندنا امور نبي نخلصها. لا وكان فريق لاعب. ارحب يا مندوم بهاج مليون. ها؟ لا لا لا
ما حد لا كان ما حد ينشدني هو شيء في خاطري بظهره لا كان بعلمكم به ايوه نشهد لا كان ما حد ينشدني والموضوع ترى مو بموضوع بث وسنابات والله يا رجال ولا لكم دين علي اعلم عنا في رمضان اعرف وانا صايم ان الموضوع مو هو بموضوع سنابات وبدوث اقسم بالله رزقي 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 انا اقسم بالله انه واقف عانم الجوال موجود اقسم بالله انه واقف رزقي اعلانات اللي واقفه امور اللي واقفه يعني الموضوع مو موضوع سناب ولا هو موضوع بدوث هو اقسم بالله اني صدق انها هي واقفه براسها خل عاد البذوث وخل عاد السنابات والغلا ثابت والقدر في الصدر ولا هو في كاميرا ولا هو في سنابه ولا هو في تغريده ولا هو في بث والله القدر انه نيه ولا تعرفه نعم والله والله اقسم بالله ما يعرفون قدرهم والله ما تعرفونه لو اتهرج من نيه الباب مكه ما فلعت تنشدني يا اخوي وش ذا الغيبه وش ذا الغيبه لا تجي سوسي الله يحييس تلعبون طايره لا والله من يقول؟ لا والله ما لعبنا. سالم. وجاعة. وش علومكم أنتم؟ هيا خلصت. وش الدنيا بكم ولا؟ قد حن خابري كانها كلمة. هرجنا فيه 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 طري قد حن 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 ما نقول حن. حن ما. قد حنا. قد حنا. حنا. أنا ما نسلم أنا ما نقول حنا ما نسلم أنا أنا حنا ما نسلم صدق زعنك باجي ما راح يشمري باجي أنت المشهور الوحيد الغريب ليه يا رجل الخال ما أخذ بريك معكم مدونة الله يحييس كيف حالس سلم له خالي تعبان باجي سلم أيوة خالي تعبان العالم تعبان هو لما مصلح يا تعصب كبير كمان بهيج بهيج عطى وجهك السلام لودي كيف حالك؟ مرحبا الله يحيي سيرينا والله يا بهاج بهاج مرة السلام عليكم مرحبا مين الله يحييك كيف حالك؟ ساعة بهاج دقيقة دقيقة خلني أتحدث شوي مع أحبائي لا جاتها يا خليل دقيقتين بس تحدث قليلا مبطي منهم والبطاء كل مشهورين يعرفون بس ان انت كرهها كرهها يعني كذا باجي امي تعبانه تعرف بيش فيها والله كل ابونا عجزنا وجاعة وفي المستشفى وحنا وجاعة ويتغدي مالك الا الصبر وانا اخوك ادع ادع احنا في رمضان نعم وتصدق ودع ما جاكم بويا ايش بلاك ناحب والله يرها في المراجل افحمته افحمتني المراجل انت تحسبون المراجل سهلة ارهاق ارهاق والله المراجل هي اللي تنحف الريجي والله مراجل ترى كايدة انا في صيتة كيف حالس يلا انا ابو الاتحاد يلا يا ولد يقولون انكم تقابلون يا ولد انا ابو الاتحاد طاقني والله العظيم اني صرت ارحمكم رحمه والله ما هي بحياه يا ولد ايش ذا اللي صايبكم ذا حليب حليب ابن من هو ذا اي والله جيب لنا حليب جيب اي والله جيب حليب قول متى حلفت صدق العصر. ها العصر العصر في دمك في دمك متى حلبه او بدمك اعطي يا عبيد متى حلبتها في دمك متى حلبت عاد والله عليه لا لا يلا طيب اسمع مر الدكان معك عطنا ثلج تمر فيه يلا يلا بتطول يلا مرحبا تذكرت الحلة شكلك بهاجي جيك طيب ها خلوني اتحدث مع الربع ذولا شوي بس طب لا والله ما يروح طلاقي ما يروح ما له بلوات اصبر بنجيكم يا رجال خلينا نتحدى والله اني طرب للربع ذول اقسم والله انا صار انت بثيت دقيقه بس دقيقه والله بثيت دقيقه هذا عيسى بثيت لا تربين لا لا الحين كملنا ساعه عقب
والله هذي طريق عقب البعيد يا اخوي رمضان ذا غريب مو بغريب حلو والله غريب رجعت تدف تدف مطول الليل ها والله رمضان غريب تكلشت جد مطايا ها علوم كبهات ما راح بيريف كيف حالك ها تكرست لا تحت يعني كيف هذا تحدى علي تحدى انا من حساب باقي شغال تحدى من حساب والله وقف انا رمضان مر بسرعه يوم راقد اي قول لي انت راقد قبرتني انت راقد او ممكن تقوم من يعني من الجوع ما قد قمت من جوع ولد انا ما ارقد يا ريج انه ما جاك ها اشهد لله ان انا اشوفك يا ابو محمد صراحه يود انا متغير يا ريج انت ايش جاي حق الصيام هذا حق الصيام شو ما ارقد ما ارقد علشان كنت صوم لو كنت تفطر رقدت انا عرفت انك اصلا ها عرفت يا ولد احس الرب بيعاقبني يعذبني يوم تقضي شوفك تصحى الظهر غريبه باجي اصحى الظهر انت تشوف غريبه انت تشوف يا ريجي ارقد الساعه ثنتين اروح من بعد الفجر اروح للحلال وعرج بسالم عليك الله وامانه يا سالم عليك الله وامانه قول الحق شلون تعرجت من بعد الفجر الى الساعه 8 ونص او 9 وانا عند الحلال ايش مني اجلس اقسم بالله يجعل في ذمتك عنا في رمضان علي حرام اني مجلس شل شبك نزل شبك جيب ذي نزل ذي جيب ذاك رد ذا شفت واروح للبيت بالراح للبيت شفت وارقد الساعه واحدة ونص اقوم بدون نفسي بدون ما حد يقومني أضمة يا ولد يا ولد احس اللي في ذم والله غريب اني اشوفكم صدق صالحين جدولكم زاين ما بزاين يا اخو كله لو تعد الساعات اللي انا ارقدها برمضان تطلع اقسم بالله يا رجال ولا لكم دين علي ولا لك دين علي يا ابو محمد افطر في البيت شفت افطر في البيت جبت سبع ذمره والله اني افطر على جال البال في السيب انا والرجال ذا والعمان حلو حلو هامني يوم يخلص الفطور يا رجال علي الحرام علي الحرام انه يلزمني شيء مني اقول ما تسالم بالعايد قلت له اليوم مشته اقول ما تسالم بالعايد ود الحاشبي ها هذا اقسم بالاول حاشبي من البيت ود من عني من البيت عزوان حشر عزوان حشر رحنا على لوكس غيرنا كفر عمي سالم موتر عمي خذينا موتر عمي عبيناه فل غسلنا يا سلام يا سلام ركبنا له كفر وردنا جلنطات على خط جعلك جلنطات لا الجلنطات تطلع لك مع الدرج ما يبقش وجهك بالظاهر نبي شوتنا خلاص بالظاهر انه في امحى اقصد اي والله بغيت اروح للرياض اه والله هم جاء امي تدري وين هذي امي وين هذي في ذا زون ولد في ذا زون اي والله تطورت في التحميد تمشى في نيويورك ايوه نحن ابو الوجه انا ابو ذا الوجه لعن ابو ذا الوجه انا ادق عليك خل اخو محمد ادق عليك وانشد منك ما ترد علي علي الطلاق داق عليك عقب انا كنت يا مسلم اتروح يا عبود نبي نروح ناخذ عمره ما هي الموضوع مو بكذا يا ابو سعد بس انت تعرف منزلتك في قلبي تبادلني بالطريقه ذي يا بن جدلان حبك نازل يا بيبي واد ايش بادك يعني بالسوء انا دقيت عليه محمد وانا كنت وين احرف دور المياه طلعت ارسلتك ودقيت اخو غزيل اني بهاجف نوع رحت لمكه وخليت لي يا ولد بعد بنت عبود الله يلعن عليك خلاص تجيني الحين كلمها امي ما هي بامك هل على الطلاق نهائي واحد طيب ما هي بامي انا يوم تروح عقب يا عبود اشهد بالله امنا ما بوحده امنا ما هي بوحده يا عبود خلاص اسمعني لا من هجت على الطاير كلمها يا بحر طيب انت 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 يوم انك يوم انك مهملني لي هو جيت لين جيت بيش لين انت اسمع اسمع قول لا اله الا الله ما قلت رجع عصير بيجي باخذ رفيقي هو تعبان هو وجع هو في شيء بوديه علي الطلاق يا ابو محمد اني ادق عليه ما هي بحياه ما هي بحياه يا بن جدلان اني دقيت عليك برمضان ما رديت وارسلتك وباركت يا ولد انا مبارك لك انا اللي مبارك لك الرسائل حافظه وموجود الله امني صايم الله امني محرم انا محرم دحين ودي انا اسبك ولا اسكت لا 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 تجرح صيامك
وعمراتك. إن كان يدعي إن كانكم تدعي لي. تحلف بالله إنك ناوي تدعي لي؟ والله إني ناوي أدعيكم كل أبوكم على بكرة أبيكم. لا 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 خصني أنا الربع ذولا له مثلي ومثلك عند بعض. في ذمتي ذمة. أنا أبوك أنت ما خاش عيال محمد بن فلاح في الغرفة في قلبي يلا. همنا ما بوحدة. همنا مين بوحدة؟ عشان ربي يعني. لو النابي لما جاك. أنت ما ترد يا بابا. أولاً تجي مناديبك صوبنا اليوم. والله ما عاد دريت عن عايشة. هي حي تلعب الطايرة. أبوك في ذمك يابا هاجولي خلقني وخلقك متى فتحت الرسالة الأخيرة اللي بيني وبينك. أنا فاتح شرايين قلبي قال عاد الرسالة. فاتح قلبك الله يلعن بيتك. العلوم أبو سعد. أنا أبو سعد. أنت طيب؟ إي والله أبشر. في مكة؟ إي. أنا في الميقات. سلمني على بنت عبود كثير السلام. يا بلا سلام. الله علم يلزم مني خدمة. سلامة ترضاك. يلا عاد بترقد ولا بتيجي ولا؟ لا بلا خذنا فيها ثلاث أيام. ما شاء الله. ما شاء الله. لا بيعتك يا في عبود. عين الدراهم. لا والله تقول. لا ما كبلاش. ويش ويش؟ ضايق خاطرها بنت عبود. أمجار والله. الله الله. عندها عملية أنت بتسويها ولا بس سويتها؟ العملية اللي أنا خابر. الله الله كانت توديني مكة قلت هي تسوي العملية ذي كبيرة إحنا نهون على عيد يا والله ما شاء الله. كانت توديني مكة. علمها أنا بسيطة يا رجال. جاي ما تشوف شر إن شاء الله. وعقبها أسوي العملية. جاي ما تشوف شر. جاي ما يجيكم يا بيكون بيننا له لا بغيت شيء يدق علي والله إني أقرب. والله لي ما يعتاز يا أبو محمد. سلمني عليك توك معك احد ولا انت والعجوز بس؟ لا والله مو غير انا عجوز بس. والعيال طيبين؟ اي والله ابشرك يا ابو محمد طيبين جاك طيب من الله قريب. سلمني عليك. يلا خدمه شيء. سلامتكم رضاكم جار ربي يوفقكم. سلام وسلم. يا بلغ مرحبا ملايين يا ابو سعد. يا هلا يا هلا. اعطاك كذا لي ما هو طيب يا زلمه. يا ولد لا عليك يا ولد. خلاص يا شيخ دشوا دشوا ايش هذا ايش دشوا الملح دي استغفر الله العظيم بالحل على يدي عن الاورق روح دش استغفر الله العظيم اسالك بالله سبيت له او كنت صاحي ملح دي في رمضان قولي قولي يلا مشغول هذا الحين ملح دي تدري شنو يعني ما يوم بوجود الله يا عقل ملحد ما يوم من بوجود الله نعم ما يوم عيب يا نوماس الله يهديك هو وينه انا نوماس والله غريبه من هيوت وينه انت زاد ربعك خلني اعطيه طلع نوماس انا رايناك والله غريبه من هيوت خابرها جودي انا لا اني اشوف عليه ملاحظات ان كان هو صدق جايبها هو اللي جايبها رياكشن ما تكس هو وين وين رياكشن وش اللي رياكشن ردة فعل احاو يا ما جاك رجع ايش في الحاله عادي اذا هو انت عطيني اسولف تحب تسولف وقال لي على عرشه قعدت وقلت او حي والله حي مرحبا مرحبا عجب عنك الدجال لنا والله الترجمه صعبه الاول والصدق له وصل شعر ما الله ما ادري نموسي تعال تعال صقق عواني دهترون والله حطيتكم لحظات انت بالوضعك انت بالوضعك جدا متابعة
أمس شخص ألف على طول ما عندي مغلوب ما يطي والله شو تروح روح بس انك تظهر من الملة ليه ما راح ابقى شري لي هاي عندي كاشو ترى كاشو ولا ورقه كوش اخرب عليك الاربع على 400 لازم لا السؤال ما عاد يحتاج عيده مرحبا ابو عاير الله يعافيك عندي ولا عندك يعلق مصيبه اذا علق ليه يا شباب والله ما اتوقع ان دقيقة يا اخواني دقيقة شنو واضح البث ذا الحين واضح ولا تغير ضبط ما جاك كويس امسح الشاشة على اخاف يا لا 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 ايه زين الحين كويس انا زين ولكم ولكم باك كيف رمضان الباطن والله حلو استكنان ورقة انتم بس راح اسمع صوت ورق لا بدا ما اني باخذ من فيكم دم مو باجر اتوقع اتوقع العلم عند الله مهزوم انت ولا ما لعبت لا تونا اها ما بيسقطه والله ولا الامور طيبه سالك مثلا السؤال نبي دراهم والله سالتكم بس انتم ما جاوبتوا ما اتوقع ما حد مجاوب ايش اللي بعده 8 9 وش السبعه الثانيه 7 ايش اسالك بالله انا حاله 8 صار خبره سالم والله هن شوي شوي يفوت وشوي يجيب صح على وجهه الفرشه الفرشه فرشه اوكي لا صدق والله خل سلامات سلام سلامات الفراشه خل الفراشه ما يدري ما جو ابو محمد ولا تو عين لا لا ترى خش طلعني اقول احسن انا ليا طيب انا ليا 852 هاي ولا عليك امر دقيقه وش السؤال؟ السؤال طير ما يموت الا يوم الخميس. متى طير يموت الحين؟ اسال انا انا لا كله باللي عندي ما جاوب صراحة الجواب معكم الى يوم العيد. الفايز له جائزة خاصة. وش معنى يوم الخميس طيب؟ والله حتى هو شوف السؤال له هو لا تسألني طير الطير طبعا الطير هو العصفور ولا أربعة من الطيور انواع على الطيور ما يموت الا يوم الخميس واضح زرافه الله يجعل تربع في نحرك ان شاء الله ما عندي عروض انا والله ما اذبحك ان شاء الله وتفرنك باقي انت تحول السؤال لك نجاح ايش الطلاب وش الطلاب وش هم اللي ما ايش اخوانه موجود موجود شفت انه ما يتغير طبعا نفسه
50 50 عندي ولا 9 طير لا اله الا الله دار ما دخل فيهم اجاباتكم خاطئه لازم الحين كلكم 60 ليه ما توت موجود يا حصه كيف طيب صار يعني الكثير اللي سمع هذا والله تاخذ سؤال اوكي 65 65 سؤالي صحيح 6 ومش برا 11 ياخذ 12 ولا 11 ترى لو اني حليت الشيء ما اتوقع ماني بالحين صراحه 11 10 صح ما تبدا البطاريه كنت شري معي اي 11 10 تكون بدك ثاني مره لا بس بلعبك كثير خسرت 11 10 شكرا خسرت علي 18 13 متاكد من السؤال اكيد متاكد دائما اربع قطع كون قلب حصان لا هي لو قلب لو قلب حصان بروح فيها ها قلت لك انا خيره فيها نص لا خطا قلت كم لحظه ربع عندك الولد ولد 9 لا مو هو عطى خيارات ماني بعطيك خيارات جاوب انا اعطيتك حتى جوجل معك خليه يجاوب معك جوجل ما شاء الله يا هجر طيب سرع تاكد من السؤال يمكن غلط لا مو غلط السؤال صحيح وانا اللي مصدر من عندي ها لا أسرع بينصر طائر ايش؟ يا شباب في واحد اشتري طلع معك اوكي ولك اللي تنزل جا في ويش؟ ها؟ انسي ولك اللي تنزل اوكي لا اوكي خطا شريع سجل عليه سؤال اللي يموت الاربعاء لا يموت الخميس 31 ثلاثة عندي سنة 15 واو 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 يا خال ارحب ارحب 33 ب 66 طلع خالي بس اي ابي اطلع بس ابي حكم الثاني خلاص هلا هلا الأول الشرير شحر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شو أخبار الجميع والله بخير يعني عم بترشرش عنا ما شاء الله ما شاء الله يي 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 يخزي العين شو هيدي شو هيدي يا خال شو هيدي الجميع يي يا ربي والله مبطين يا خال يا ربي شو هيدا الجمال فيني وين الناس وين الناس والله موجود أيوة انتوا وينكم مختفين بس اسمع بنعملها معامله مكالمه سناب خلاص يلا اتجه ولد وينكم مختفين والله موجودين يا خال بهوج وينه وين ايش هذا ايش هذا الاختفاء كم صغير تشوف بهاج بهاجي خلاص حرام عليك قطعت قلوبنا اعتك فاتك في المسجد انت اللي سمعتك بصدق حرام عليك اشوفك سناب اشوفك سناب فايز مسحل مو مستحيل مو مصدق يعني مو مصدق عشان ترفع مشاهدات فايز مسحل لا حرام عليك خالك ارفع مشاهداتي يلا حيا اوه سبحان الله شفتني يا اخي قاعد اذب انا وكذا وما شفت الله يلعن شكلك خال بهاج انحاش ايش ينحاش؟ لب يلعب بلوت يلعب بلوت وينكم في يا ولد؟ ايش راح انتم؟ ايش راح؟ اسمع 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 بالله وش يا خال؟ وش ما تسمع صوت مطر؟ ما اسمع الا صوت على على الاشجار على على زقزقه الاشجار صورتك خايسه يا خال شهاده ما اعتزي عن طرف الزباله اوه سعاد يا اخي شيء شيء وجهه نظر وجهه نظر احترم وجهه نظرها ملحقك ملحقك صوت خنفس اسمع وش معك فيها اللي يقول صوت خنفس يا اخي هذا صوت صوت صرصور الليل موجود والله صدق اي صح حكلت انت ندو ادو ادو احبي ندو يا اسطوره صرصور الاستراحه انا اربع ليه يا لحم نعم انا ابوه والله بعد اسكت خليني اعطيهم قصه يلا اعطيك قصه اليوم يا حباني كان في واحد
بعدين بهاج يا ولد من سمعت لك يا ولد مقطع وانت تقرا القران وين هذا؟ 742 وين يا ابو محمد؟ شلونك يا خال؟ زال لونك يا حبيبي اقطع ام الموضوع طلع مخرج يلا مشينا. ايش العلوم؟ ابشرك شو اخبارك؟ والله ابشرك طيبين والله بنسمع يا اخي بهاج ايش فيك؟ يا والله انا خالي والله هذا خالي يا امي والله اني مبطن منه توني القاه الحين ما يرد علي يا ولد كم 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 عندنا يا خال الخمر الحلال ذا الحين جاي بيجيك الصمخة يا وشو لو انها سوبيا لا والله حليب ناقة حليب ناقة نومسة تقرصني في برطمي شنو وتمر اوه ما لي جاي بعد عبود مزاج 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 تذكر الرجال احنا نلعب فورتنايت اللي يقول بعدينكم برا قاعد على الوضع للحين كيف الحال؟ والله عاد قريب انا اقول حلقه شوي بس خلني ابا اخلص سكتي واجي اقول صفر نتيجه بظن وينك؟ والله في الشرقيه الله يعافيك والله يا بهاج ما عاد بقى اللمسات الاخيره اسمع بهاج ما عاد الا اللمسات الاخيره وبعدين بجيبك بسميها شهشيه ولا لا بسميها اسم كذا ما يمسميها تعلله وش اسميها قرقريه قرقر هذه قرقر قرقريه قرقري قرقر بسميها قرقر بسميها قرقر بجيب بهاج بقول يا بهاج هل عانيت من هل ايش كيف يقولونهم؟ انت بتسوي لك خناء يا خال ايه بسميها قرقريه يا سلام عليك لا بدال تعلله ايش ايه 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 وش بسميها يا ربي برتكاتس ايه يا اخي هي بقولها لان انخذلت من خال خلها في التويتر يا خال تضرب يا طيباج تجيك عادي يا ولد غيم تصمم ما ادري غيم قد تصمم صدق ما ادري اه ما ادري كيف كنت تصور معها لا صار خليك تصور والله يا خال تضبط يا خال والله انها تضبط لان ام السوالف خايسه عاد انت يا خال صراحه مقدم صراحه والله عجيب والله إيه انت وين كنت قبل 5 سنين ايش دخل ايش دخل حرام كلهم كذا ايش دخل ادري ايش قال لي بس يا ولد الحين هذا ادفع من فلوس عشان يجوني مار اكلم اعطيهم ادفع من فلوس عشان يجوني لا ما يحتاج يجون على كذا بدون فلوس على طول انت اول حلقه مع من ها اول حلقه مع بهاج صح بهاج انت صاحي خلاص بهاج بحل بلين وحن عليه والله حل بحل ملعون والدي والله لو ولي كل ما جاء دمام قوم قوم يا سالم قوم هو كل ما جاء دمام على طول ايش اسمه بسميها خلاص 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 متحمس انا ايش متحمس تبي البلوت من ضيوفك والله ما ادري والله اي واحد يبمر اجيبه اي واحد طفشان باخذ على طول اي واحد كذا بجيبه اسولف معه الاول والله يا حباني يا حبيت اعلمكم ال 240 هنا يا الدجاج الحلوين قلوبكم انا ما عاد بقى الا اللمسات الاخيره ان شاء الله وتشوفون ستايل جديد مره يجنن مره اها اطلاله جديده اطلاله جديده ما يعرف ال 30 شخص اللي عندي احبكم جدا نعم 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 اموت فيكم اعشقكم حد الجنوني في وجهك وش اللي في وجهك؟ سوي والله سويتها والله سويتها ضيوف على استراحه مركب تقويم لا تقويم ممدوني والله ممدوني سوي زراعه شعر طب ما انت بس ما مره اشوفك ندج على خير كيما طار يلعن ام النوم اللي تقرط في الفم سلامات هي طيب حظك سوي شعر فيما يخصك يا هش هش على هش حل خوزي ما تشد خال يا ولد صدقيني يا هش عاد انت ما انت مجين يا هش معليش خليك وحل الشريط ولا بان صدقيني يا هش يا ولد لو سويت زراعه شعر كان طيب والله جاني عرض اقسم بيت الله هابد هابد صدق وقفوا العنوان وقفوا من طاقه صدق انا جاني عرض انا جاني عرض هذا ما اعطاني عرض حبيبي انا باقي كرسي الجيمنز الجيمنز الجيمنزو ما شريته لقيته ب 2000 سلامات افك الكرسي حق اصبر ميوت انت في الشركه هو حط ميوت
ترى في الشركه هو الحين صكه ميوت خريطه نزلت الطائره الضابط دق بهاج يا عمي الى بيك ندو الخليك لي بس الدعم الرسميه عقب بعلمكم انا بحاجه كانت عندي داعمه رسميه اسمها نون نونا جت قدمت اوراق عندي تقاعد قالت هذه اوراق قلت ما ارضى الا بديل ما بيها ما ارضى الا بديل جيب لي بديل افكك عادي ما عندي مشكله قال يا حبيبي والله شعت وراحت تويتر وذا دورت جت لقيت شو اسمها جت لقيت ندو علو رحت اوراق والله شفت اوراق ندو والله ما قلت يا رد مشي الوضع بس صراحة نحن الدعم الرسمي عندنا نحيي من هذا المنبر الله يخليه لها له يخليه لنا بعد حتى لما يحمل يخليه لنا اللي هي ندو جعل خيرك مطار هذا حب وعندنا سوير ويني غيم يا ولد غيم بعد أشكركم كل أبوكم الثلاثين اللي يولب بئكم يا نائي الثلاثين اللي عندي يولب بقلوبكم وصلت لا بولا قلوبكم أحبكم حب الجنوني خال ما تسكت شيء ما خصك أنا لي أربع لي ثلاثة كم لي ما بثيت ولا ما أكلت تبن ساكت ضيب سوالف يا خال ضم يوم ما رهيت على الله حد يطلعني يا ولد يقول تعال هاي تعال اطلع يا ولد أبي أضبط وضعي توم ليه توم أبي أضبط وضعي وأبي سلام شو رايك ومتى الحلقه الاولى يا خال الحلقه الاولى ما ادري متى عن جد ما ادري ها انا دقدق عليهم يا ريدي اخلص علينا اخلص علينا يا عيال بعلمكم بيننا خلوه بيننا بينكم يعني سر يعني خلوه سر ها يلا يا عيال ترى جد 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 يا ليت اللي هنا يصورون فيديو عشان يا عيال في ضيف تقريبا ثاني العيد او ثالث عيد باذن الواحد الاحد راح يكون معنا في بودكاست حق يا سلام يا سلام عليك ثاني عليك انت علمنا بعدين نشوف مصور ولا ايش اللي خلاص راحت السالفه خلاص ومع يا غالي يقولون واضح ان الضيف فايز مشحن يا غالي ولا ليه تمر حشاية عندنا نقعد نحشي تمر ونودي ما مستحيل طيب تقدر تصرح ولا بتخلي يا اخي بعدين فايز الاجانب يشغلنا ها بعدين يسولفون وياي بيقول مادي ها ها ايش اسمه حيك 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 شنو حيك حيك انا قاعد نسولف معك نسالك حماسي يحسب انه دعم سوالف ما دعم عندك طراق دعم نبي تستضيف المجهول من المجهول الحين يعني شخص مجهول مو يعني نطالب بسالم بن عايد هذا سالم بن عايد من حساب ثاني نطالب بسالم بن عايد او سالم عايد كلمتين ماكو كلمه واحده ماكو هذا اللي عنده يلعب ورقه كذا صدفه تجي من الله من لا ترى تطور يا خال تطور تطور طل طل قلنا متطور ما عاد تعرفه الرجال لو جلس ما عاد يقوم والله يتحداك اللي يفكر في سنه اللي ركبه في الدم ما رجع اهله اول مره اشوف سنه حديد شنو هذا هو ما يركب الا في الدمام طيب قلت له يا سوالي ما ابي اركب سنه الله يلعن ام الزقاقه صدق يا ولد يا ولد لثتي ابي لها حل يا عيال يا سلام يا عيال حيوا معنا من هذا المنبر شخص جديد لازم نحييه اللي هو ايليا ايليا حياك الله يا ايليا منوره يا ما شاء الله يا ما شاء الله ابو عمري يا عند اخوانك ابو عند ربعت ايليا يا الأسطورة الله يوفقك انا عم في صح ان شاء الله رمضان كريم يا ايليا انطق الاسم صح ليه ما هي ايليا هجا وش هو ولا بيكم من البث يزيد وينقص احنا لا نعرفه كن كن فو كن فو حونو يا راسي يا صدق كن فو حونو السلام عليكم كسام كن فو حونو احبك ابش كن فو حونو اخبارك من العايدين من الفايزين يا قلبي انت عيدي انت عيدي انت حياتي انت عمري كله انت عمري انت عمري يا حبيبي احبك وانا احبك اي لاف يو الله الله سنحش غير كم الله يسعدك يا خال الله يسعدك حبيبي يبي اشرب بس كذا ما ادري هذه وشي هذه شنو هذه يعني شنو
هذه والله قلت يا ولد الله يرحم والدينك انا مقبل على حاجه جديده بحياتي. كيف حالك؟ انا اول حكم الحب هيا يا مرحبا ابو هيا. لا ابو هيا يا عيال عنده قصه جديده يقول ما يباديها الا من شهر العشر الاواخر. خير يا ابو هيا ان شاء الله. والله ببدا في عشر الاشهر الاواخر وفي سحب. وش السحب يا ابو هيا؟ وش السحب؟ السحب راح يكون على طريق عن طريق المسواك. عن طريق ايش؟ مسواك. شوفتك حالها تسوى الحليب كل شيء. وش مسواك؟ ايوه مسواك حق الاسنان. في الدين واحده جميل. اي ما يا حمار جميله. لا مسواك سنه حق اسنان ب 50. ايوه بيكون في ساحب تركيب اسنان. اها ترى يسمعك يسمعك يسمعك. لا هذا اللي بسوي تركيب. لازم تعاكس. انا بسوي تقييم اسنان ها فهمتوا؟ بس عشان يجوني يقول ركب تقويم لنفسك اول حاجه بعدين اعطي الناس. لا تراسلني لا تراسلني يا ابوي بس انا والله ما عاد عندي الله شيء. يشوفك والله ما عاد عندي شيء اخسره ترى خلاص بايعها. قدر مستوية مستوية خلاص خلاص بجيكم بحلة جديدة ما عندي أي مشكلة. بايع أم الدوري. اشتخل ذي اشتخل ذي واضح إنك قاعد تستقطب. ما عنده جوال ثاني يا أبو هيا. كيف ما عنده جوال ثاني؟ 21 اشتخل أنت زرع شعر بعدين ركب سن. إيه قامت حلمة ذي جريت بي سي ما ركبت سن. اي خلاص بس تبون الصدق والله البي سي البي سي انا مدفوع الثمن والله. جد والله بس الحين انا بطالب بهاج. والله كيف حالك؟ بطالب بهاج يشتري لي طيب. يعني مو مطوله مغرب عطني والله غالي الكرسي من دون بهاج لا تنسى. كم الكرسي يا خال؟ مره انا مفرق الباطن مره انا مفرق الباطن خلاص من دون بهاج من دون بهاج لا تنسى. خال انت بتفتح قناه عندك يعني خلاص. انا ترى ما اروح انا لازم تطردني انت ولا انا بقعد متكي. لا انا شوي بيجي دوري بطفي البث. اما تفتح بث عشان يجي دورك سلامات. لا فات علي ساعة وشوي يا خالي. يا خالي والله ما جاني شعر يا ولد غريبة. غريبة صدق. خالي أنت ليه ما تسحب الشاشة يمين؟ أول ما تفتح أول ما تفتح بث تفتح تسحب الشاشة يمين يجيك دعوات ترسل دعوات. يلا أما تلعب. لا والله أنا أبي أخلي علينا أما تقصر علينا كيف ما تقصر علينا؟ مدري الواوي عندي والله صدق أنا ملومك صراحة ميمة صدق قصرها علينا ذا. بين وش بين الشوطين ياخذنا يفك بث بين الشوطين. يعني ام التجزيرة صدق اتفق معك ميمة. وش وش والله جد اتفق معك. لا لا سوالف والله شايف يا ميمة والله شكلك طولت معنا والله بكيفك. قدم السبت قال احد اثنين ثلاثة بكره بستضيفك شاهي. كيف الشاهي كيفك انت كيف كنت ضميرك عرفها استضافاتك عرفها والله بكيفك. ما يمكن يظهر معك اصلا على ستاند اب. يا لوت الله يا لوت كان طيب حب كبير يا لوت الله يسعدك. والله ندو كل شيء على شيء على بهاج. كيف كل شيء على بهاج؟ هذا باب ما عليك منه. شفت يجيك باب وعلامه جاكو هذا انحش منه. صار ندونا حطاي الرياض نسرح الرياض عشان يسعدك. ادق على محمد اذا ما نسيتني. كيف انساك كيف انساك علمني كيف انساك كيف انساك ميمة. وانت تصورين كل يوم تصوريني كل ما فتحت بث لنا انا وفي جوالك انت كذا تقول لي برودكاست بصير بحوش الغنم. هاي افتح بث ما ادري ما استطيع فاتن. ما انا جاني صراحه جاني حط حط ميوت حط ميوت عشان اسوي معهم بس لا كذا كثير. هذيك تعطيه ميوت عشان اسلم محمد حالي كذا انا اياهم. يا ولد ناقصها هنا ناقصها في اصبر خل ميوت. ايه ميوت ميوت ايه خليك ميوت خلاص. لا تدور كثر من السمبوسه الخالطه.
اي الخاله عند موظف الشركه يعني. يا اخي بقول لك انا ايش كنت اسولف فيك؟ اشهد اني يا ولد صححت يا ولد اللي حرام يا ولد اني ازريت اسالك ايش؟ اسالك في ذا صحح اضرب اسوي شوي يجي كبوط سلام عليكم مجار مجار الله يجيلك يا اخي اقسم بالله يا ولد لدو احنا داعم داعم البهاء شوف باء شفت كاتب باء هذا بهاج يا لا لا والله يعني ما صار الا انا موديهم اللي خربتها كم وصلت عاد ماري بديها ما تجيب شيء يا ولد كيف كيف يعني عندي سؤال يا ليت ترد علي الواوي تفضل يا اخي ليه ليه وش 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 يا ربي وش الاجراء وش اللي خلاك تخلي روان مشرفه وش الاسباب اللي ادت لهذا هذا نسوي بودكاست طرني شيء ما يخصك يعني اتوقع انه شيء ما يخصك شكرا شكرا لك على اجابه حلوه حلوه جد انت والوزغ اللي وراك ما في فرق كلكم وسخين والله تستاهل رونا 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 اسال مره ثانيه بجاوب كل سنه ايوه انا شكو ما انت روان روان انا اقول روان قلت روان والله اني ما مركز والله احس معي هبوط بس قلت يمكن هبوط كذاب خلي ام حاجه متابعين استقطب استقطب بقدر ما اشاء من من ذا بارك والله صدق اتفق يا اخي تدرون يا ان في رحله راح تكون في شهر 11 جميله يا جميله تدرون في شهر 11 في في في, في رحله بهاج ساكت عنها حتى يقول ما يدري لا احد يعلم لا احد يعلم قلت انا راح اعلم راح ابيع الدوري ايوه خلهم احنا عندنا رحله ان شاء الله في في يمكن في 10 11 تقريبا مدتها 10 ايام 9 ايام لا لا بنروح عمان بنروح على عمان ان شاء الله باذن الواحد الاحد رحلتنا على عمان نظام قطه ما عندنا ما نعرف القطه بهاجي حاسب على النظر هنا بنروح نضحك احنا بالونسه وش الونسه بفلوس بعد من عندي شك وانا يدفع اضحك ما دفع ترى اذا ما دفع ذاك ليله خليه كذا ما زق متهاوشني اياه متهاوشي كل ابونا ما متهاوش معه ليه ما دفع تدفع تصير صاحبي ما تدفع ما احبك ميزنك يا عقوبته اي والله ها احس بلندن ولا شيء لا ما في لندن سنوات ايه تحب الدراهم نعم صحيح مزوم احب الدراهم زي ما تحبي تصميمك الخايسه ينعن شكلك وتصميم والله ما احط تصميمك في اي مكان جدك انت والله ما احط تصميمك يا مزوم ما احطها في حالات واتساب حقت حالتك يا اخي كلها كذب والله جد جد مزون والله تصميمك خايس معلش لازم نقول نحكي بعض نتكلم عن بعض صدق يعني بدون شفافيه كل ابوكم معكم تجدون هنا واذا لجيتوني 30 تدرون كل ابوهم ما يقولون ميدي يا خال الله يسعدك لا ما هي هنا عنك يعني شكلك والباقي منك هنا عنك عايشين عايشين كل ابونا اخس يا سالم يقول كم حظكم اقول لك ما تعرف شكلك يا سالم ايه ما كنت مصدق انت والله ما مره 29 يا اخي دخلنا مشاهدتنا كم 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 يا ولد عنده 24 انتصار متتالي والله ايش ايش هذا الهلال سوي الهلال ها 61 لا ما نحب البيض حتى في قانونه والله كل بنا حتى اللي عندي مهستريه اللي عندي ما عندهم دوامات يا ولد معي ان شاء الله افتح الساعه 7 الصبح معي متكي ساعه واحده الليل متكي 30 هم نفسهم ما تغير ليه ثلاث اشراح شوف محمد غرامه غرام غرامه الله يسعدك يا غرام الله يسعدك يا شيخ كويس بغى تذب عليك ولا تذكرت الله يسعد الوجه يا غرام والله جد سوي خير هذا الحين هو الخير حتى لو دوما يا لب هذا الوجه انهزمنا معوض خير يا ابو محمد
انتصارات ترى بعدين ابو محمد بس سؤال يا ليت ترد عليه قدام اشخاص هذا كلبهم يا ليت يعني الحين انت يوم انا ادق عليك ولا ترد هل انت يوم تحط صامت يوم هل قلبك يطوعك انك تقول صامت هذا خالص صمت الله يرقد راقد راقد متى حكم انت نظامك تفطر وترقد ترجع ترقد ايه عين حط عينك بعيني خالو مرحبي هلا والله الله يبقيك والله يا ولد كيف يقومكم سالم يا رجال يصرفني يصرفني طلاق ما عاد تعرفه طلاق اني ركب 400 عليك وتمشي غصب سالم سالم والله ذيك مرة انا ركبها وانا معه اقول لك بس الثانية جت ركبها لهم بط بط باق 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 بط بط والله شكرا والله ما انسى الله يستر عليك والله احمد ربك يا بطبط اني غيرت المجال ولا والله يا بطبط لا خليك ايش خليك ايش اسمه وش تخليه ايوه جدا خليه طير طير صغير طير صغير محترم مؤدب بس احمد ربك والله احمد ربك يا بطبط بس لا ترى بيجي جولات بيننا ان شاء الله على اللوك الجديد حبيبي اسمع سام حبيبي انت تدري كل شيء لزز خلي يروح لا استوجينا السؤال رميان سوالف الرجال مبتي ما سوالف والله رميان سوالف لق 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 قول نام سلدني طشيت راسي الله يستر شو هو اللي مرسل لا طلع طلعت روحك ولا لا طلعك انا محلك اللي انت فيه نعم يا اركدي ولا تعطينا وضعيه ادف ولا لي دف فحط في راسي اللي بيطلع منه يعقب بس عقب ما خلاني انهزم بالورقه الاول انا ما هزمني سالم قبيل بالورقه تعال باقي جزل يا مرحبا بك ما يسكت اشتري ما يسكت يصيته وبدي 8 وكم 50 لن تصبح غلبة ولا يزيد ولا وزعت لي كتير اقلق اقلق يا زلمة انا قصيت يا مرحبا عتاب كيف الحال؟ مخرجين حكم حكيم يا ابو عاد كم نسرة كم نسرة كم؟ 90 60 يقلب صني يا ابو عمد فن رجع فن اللي بيسري عليها حبة 400 فرق حبة سلع سلع ما بعد أفشى بلعو حبة 50 يا بعض مع 50 لا ما أنت بسيط الأخلاق المضان تحتر ولا كم ولا انطرد ولا انطرد جزرة كيف حالك طيبين وبخير الله يسلم كبار حالك كيف حالك والعيدي ما أنا باكني هلا ميم الواو يبهاج واحد نعم مش معكي محماس وجه لا لا ما هو مرطيبة المرطيبة في فرنك صغيرك كتم خالنا أسأل يقول له أنكتم خال حبيبي يدق عليك خالي سالم يدق عليك خالي والله لعيب يدق خالي من اللي كتمه يعني بذا الوجه من اللي كتم روان ليه روان كيف اطلع انه ما هو مكتوب؟ ارحب ارحب. ليه يا روى؟ 92 94 كم خيرك؟ وش تقول؟ الجواز 32 طيب امدحني بدون سبيكر عادي قول سبيكر. اسمع ها خال كتمتك المشرف يا اخوي طلعوا لي ايش تبيك هذيك الموضوع بيجي ما كتمت تقول ما كتمتك كتمتك طيب احنا 96 وهم يلا برسلك برسل الان ايش تبي يا محمد تبيني في الموضوع موضوع امام الاملاء طيب ها سام خال علمني عن الموضوع اولا وش تبي وش تبي تستقطب ايش انت الحين مستقطب انت مستقطب دوله كلهم ال 300 اللي هنا كلهم انت مستقطبهم ما يجون يجعلهم العافيه ما استغفر الله بس انت مستقطب
انت مستقطبهم هذول كلهم يتابعونك يا اخوي. تابعوني وش الفايده؟ تابعك واحد يجيك. انا اقول لك هذه غايتي على اليوم. انا 30 في بث يا بهاء والله 30. طيب والله اني وراك حل صندوق. انا ما بيتخسر ما بيتخسر ما يحب الخسائر. الله يطول عمرك. انا الخسائر. طيب انت والله يغلك. انت الحين حط معك تكح لي ما ادري. طلع يذمك. اسمع نروح الرياض. اسمع خل الرياض روح الرياض. حاصل يلا يا ابو اربعه سريع. لا زين 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 والله نزامك يعني يطلع قزيبي حاصل نروح بتروح يلا يلا جاب البتاع حق علمني دحين دحين عشان اشوف قال بتروح بحرك حد خوينا هناك نروح له. والله عطوا صلي معي اسوديه كله اعطني اي حكه بدي حكه مو بيها ما ما هذه طلب ما لعب في المواصي 28 9 30 9 40 ما ادري 66 وهذا وهي موجود 68 9 و 71 71 82 راح 92 يلا ايش بعت يا ابو عاد؟ والله انا مشي المبلغ هذا الكلام. انا قايل لك السلسله هذه ما متكسره بس طلع مبلغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عايد جيمزر أو جيمز جيمز عايد حياكم الله يا مرحبا والله ومسهل. اسمع 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 يا حبيبي اطلعني اطلعني يا بهاج. كم 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 فيه كم فوفي كم فوفي كم فيه كم فيه كم فيه 96 ألعب أحبك هلا يا حاسب الله يرحم والديك. أحبك 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 أحبك. رد 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 الكام رد الكام الله يلعن شكله. لا بي 94 رد الكام يا ولد 94 أنا مضبوط ضغطني سالم بهاج بهاج صدق صدق يا أخي طلع يعني خلنا نسولف نتناقش فكر منكم ضح ما بي ما من على الجوع. اسمع يا أخي اسمع اسمع لو جبت لي طليان أعمارها 5 شهور جد 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 اتكلم يبي يصير جو كويس عشان لو جبت لي طليان 5 شهور كم كم سعرها في الديره؟ الله يحييك يا ابو الله يحييك. سؤالي غير ما بين قعدان يا ابو تبي قعود نلعب السبيت تبي قعود انا بيطردني الله يلعن ام النظام الوسخ الله يلعن ام النظام الوسخ وشو يطردك والله يطرد لي ترى احنا فيها. اسمع 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 يطردوني ده. اسمع اشتري ايش اسمه اشتري دحين دحين اشتري لي دحين كرسي اشتري لك ما وصلنا يا عيال الساعه 1:30 يا عيال يا برك الشو اللي دخل صار يركض خلوا يا ام احنا ام السالفه انا من ايش فيه انا اللي بطلع ضف وجهي كنت انقلع انت وياه ذلف ذلف على شكلك انت وهو يا كلاب اوه بذل وجهه العفن شوف الطير اللي جنبك الغرقان انقلع عد عد برد والله عد وداف معي يا ولد طلع ساكره انا مغرد سكوني وسكره انت ما ترجع صح؟ 26 26 برا احنا وانتم 10 انا اللي عدمت ابو محمد لك والله حد معي غسيلي بلاشي غرقان ولا ايش صار؟ عوض طفشان ترى اهل العقول في راح شايف الدم من جلده خلنا نصقر وسنبع اقسم بالله اذا معك عقل ترى امورك الباقيه زين. كل اول ملحق الاول بس ما بدي ملحق الحكم حقايق يا ولد ما تكلم في كل يوم يا ولد خالد على حرب شو رجع على شيء علي 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 الله يسعدكم يا الربع جميع ويرحم والديكم و يسعدكم دنيا واخره وابرك الحزات والله
شفناكم وجلسنا معكم الله يبيض وجه ناصر. مرحبا يا رجال. مرحبا ابو هيا. مرحبا مرحبا ابو هيا. الله يسعدكم الله يسعدكم بذا اليوم الله يسعدكم بذا رمضان بذا الشهر الفضيل بذا الليل المبروك. ان الله ارحب يوم ان الله يسعدكم وان الله يرحم والديكم وان الله يشرح صدوركم. الله يشرح صدوركم ويوفقكم. بث بث ممتعين. أنا بالنسبة لي ما عاد عندي شيء أقول. الله يسعدكم جميعا. السلام. شو الحال أبو هيا؟ تصبحوا على خير يا أخواني. والله بشر. طيب. الله يرحمكم.